سوميا. سوميا اللي بعيان نفسه بيأثر أو ينكش نفسه بيخرج هو ونام أو ينام على ظهره. خلاص لا في عيان ينام بالليل كويس باقي في النص يصحى نفسه مكروش أو مخنوق بنسميها الباراسيسما الميتيرنال ديزني. في عيان فيه كف يعني فيه موتس. خلاص؟ طيب دي اللي بنعمل لها أناليسيس في كوم ليل. العيان بيبدأ هو سيمتوم بيديني الباقي الطريق بيديني الباقي السكه انا هروح فين؟ هبدا في انهي سيستم؟ السيستم دي ممكن تمشي مع التشيست ممكن تمشي كارديو عيان عيان التشيست ديزيز عنده بنيمونيا مثلا بيشكل ديزني عن السيوبين اللي درسته ده بيشكل ديزني برضه. طيب انا اعرف همشي سكه التشيست ولا كارديو ازاي؟ ان انا اعمل اناليسيس للديزني دي واشوف اسال على بقيه الحاجات اللي معاها. خلاص؟ طيب العيان ده لو في اوبسوميا ممكن وممكن. لو الثومة دي في حاجات كتير تعملها. لو عيان عنده انسى فايتس عنده ديوج وكان ميجا في حاجة لا تبطل كانت تكتب عن نفسه تعمل له الثومة أول ما ينام على ظهره. طب في حاجة سبيسيفيك للعيان كارديا في حاجة اسمها بروسيسمان تيرنا ديزني. سمعتوا عنها؟ دي حاجة سبيسيفيك للعيان كارديا. فلو العيان جالي الكلمة دي يبقى لا ده عيان كارديا. خلاص؟ هبدا اكمل الجزء ده بتاع الكارديو. طيب في ايه تاني كارديو مانيفستيشنز؟ لا انا عندي الهارت في مانيفستيشنز في ليفت سايد هارت فيلير مانيفستيشنز اوف رايت سايد هارت فيلير دي بنسميها بالمونري كونديشن مانيفستيشنز دي بنسميها سيستميك كونديشن مانيفستيشنز في مانيفستيشنز اوف لو كارديك اوت بوت في تشيست بين في بالبيتيشن في مانيفستيشن بتاعت الهايبرتيشن في يعني لو عايز لو طفل صغير اللي هو السايبرتيك هارت ديزيز في سايروزيز. خلاص ففي حاجات خلينا نتبادل الاثنين مع بعض ان في حاجات مشتركه يعني زي في سيريز كيس محتاجه في التشيست. خلاص البيزنس محتاجه في التشيست الكوكس محتاجه في التشيست بس في حاجات لا خاصه بالبرانش ده. تمام؟ طيب نرجع للعنوان الرئيسي بتاعنا اللي هو الكارديو بالمونري اسيستنت. يبقى عيان انا عايز اعمل له اسيستنت عيان سواء تشيست او كارديو. رقم واحد الاربعه كلمه الهيستوري ببدا احكي مع العيان. اول حاجه قلناها ان احنا بنعرف تفاصيل شخصيه العيان لأسباب أكيد شرح أثناء العمل اسم العيان عشان تبقى فريق مع العيان سن العيان شايف في حيات كومو في الأولد إيج في حيات كومو في اليانج إيج في حيات كومو في الأطفال السكس في حيات كومو في الفيميل في حيات كومو في الفيميلز. فلازم أعرف المعلومات دي العيان ده منين البلد دي مشهورة بالمرض الفلاني دي ديزيز ده إنديميك في البلد الفلاني فلما أعرف إن هو البلد دي فأتوقع إن هو ممكن يكون عنده كذا. خلاص وهكذا الكومبليت قلنا أول حاجة أول بداية الخيط اللي بيدوه العيان عشان أتحرك عليه بمسكه بعمل له اناليسيس بعمل اناليسيس لبقيه الايتمز بتاعت السيستم ده اللي دخلنا بيه العيان. خلاص طيب في عناوين ثانيه في حاجه اسمها فاميلي هيستوري هيتسال من في حاجات فاميليا في حاجات يعني بنسميها رقم فاميليا فاميليا يعني المرض ده منتشر في العيله دي. خلاص يتورث. خلاص طيب فاسال هل في حد في العيله عنده نفس المشكله دي فده بنسميه فاميلي هيستوري في شويه ايتمز كده مش عايزين بس نستفيد في حته مش بتاعت الحلقه النهارده. خلاص طيب في حاجه اسمها الباست هيستوري العيان ده حصل ايه معاه قبل كده ممكن يبقى حاجه ليها علاقه بالمشكله اللي انا فيها. مثلا عيان في ميل بيشنت هي وعندها 10 سنين 15 سنه حصل لها روماتيك اكتيفيتي اللي هو روماتيك فيفر. خلاص جايه لي مرات المانيفستيشنز بتاعت مثلا بالمونري كونديشن ديو تو مايكروستينوزيس. خلاص لا انا ما اعرف ان هي لا انا شاكك مشكله بالكتب كونسولايتس وحاجه شخصها ان هي عندها روماتيزم المصطلحات الداليه بتاعت العيان روماتيزم في الجلد وباخد الحقنه اللي هي عضل دي كل ثلاث اسابيع. خلاص اول ما العيان يقول لك الكلمتين دول خلاص انت اوتوماتيك كده بتترجمها ان ده روماتيك فيفر الجلد معاه روماتيك هارت ديزيز. خلاص فده يفسر لك الايتيولوجي بتاع الميتاستينوزيس اللي هو جفاني السكه وعمل لي فرمونال كونديشن وانت الاستيشنز بتاعت الديزني والكورنيا وهكذا. خلاص فالباست هيستوري المهم المهم ان انا اعرف الايتيولوجي بدايه الديزيز كانت ازاي العيان ده حصل له نفس الكونديشن يعني القصه دي الكرنت. خلاص العيان اخذ بلاد ترانسفيوجن قبل كده بلاد ترانسفيوجن ده ممكن يخلي العيان ياخد فيروس بي فيروس سي ويدخل العيان في نفس الجروز فممكن العيان جاي بزيت كوميونيكيشنز على في البدايه. خلاص العيان ده ادمتد قبل كده في تشيست هوسبيتال مستشفى صدر فيما يخص قسم التشيست العيان ده عايز يعمل كده من تي في مثلا. خلاص في ايتم تاني اسمه الثيرابيوتيك هيستوري العيان ده ماشي عليه ادويه هل هو في عنده كرونيك ديزيز بياخد علاج دايبيتس علاج هايبرتنشن علاج اي حاجه ثانيه.
تخص المشكله الحاليه اللي جايه فيها العيان قبل المشكله معاه ثانيه. خلاص؟ في تقييم اللايفنس بتاع الهيستري. هدخل على الرقم 2 اللي هو الاكزامينشن. خلاص انا العيان وجهني ان في مشكله هنا. فاجي ابدا المفحص في حاجات في حاجه اسمها جنرال اكزامينشن وفي حاجات اسمها نعم لوكال اكزامينشن. اللوكال ده اللي هو وجهني عليه العيان اللي هو سواء تشيست او الهارت. خلاص؟ لا في حاجه اسمها الجنرال اكزامينشن. الجنرال اكزامينشن ده ايتم مشترك في كل سيستم. خلاص؟ الجنرال لوك ببص على العيان كبادي ويت ككونشس ليفل. خلاص؟ كان في سبيشال اكتيفيتيز واخد بطل معين في النوم. خلاص؟ بعد كده بعمل بشوف الفايتال ساينز، بشوف البلاد بريشر، بشوف الباس، بشوف التمبريتشر، بشوف الريسبيرتوري ريت. خلاص؟ بشوف الابر ليمب لور ليمب، حاجات مشتركه في اي عيان. بعد كده بدخل في كل ايتم جوه ادور على الحاجه المميزه للعيان الكارديك في الحته دي. الهيد اند نيك مثلا، ايه اللي يخصني انا في عيان كارديك مثلا؟ ممكن يبقى فيه سنترال سيلوز. خلاص؟ طيب ممكن يبقى فيه ريز جي بي بي كونجستد نيك فينز مع الكونديشن وهكذا. خلاص؟ طيب اللوكال اكزامينشن برضه في كل سيستم في اربع ايتمز اساسيين. اي سيستم بقول فيه انسبكشن بجد مهندس العين ببص عليه كده، في حاجه كده متشافه بالعين كده مميزه، السكيل في حاجه، في بلسيشن معينه، في سكار بتاع، في بيجمنتيشن، في اي حاجه متشافه بالعين في الاول. خلاص؟ رقم 2 طيب انا اكد على اللي انا شفته ده بالاحساس بان انا فحصته. بلبيشن. طيب بعد كده في خطوه ثانيه اسمها بيركشن. البيركشن ده يعني مهم اكتر في جزء الشيست اكتر من انك الكتب الحديثه كلها البيركشن في الكارديك بيشنت تقريبا اوبسوليت، اوبسوليت يعني بطل الا في حاجات معينه، عيان في الكارديك فيوجن. خلاص انا بخص ان انا احدد الرايت بوردر اوف ذا هارت والبيزوس هارت الاوتسايد فينس الكلام ده كله مفيش اي قيمه دلوقتي. خلاص فالبيركشن مهم في عيان تشيست انتيريور تشيست انتيريور تشيست سايد تو سايد او انتركوستال سبيس. اتفضل. البير اريا، التروس اريا والكلام ده كله. تمام؟ الايتم الرابع اللي هو ديستنتيشن وده اهم حاجه طبعا في الايه؟ الجزء بتاعنا ويعتمد عليه بنسبه كبيره الاوسكالتيشن. خلاص؟ الاوسكالتيشن ايه المهم عنده في الكارديولوجي؟ الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند وطبعا لازم نبقى عارفين شويه في الفسيولوجي الميكانيزم ازاي بيحصل فيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. امتى؟ تعلق على الهارت ساوند. انا على الايفكس تعلق على فيرست هارت ساوند فقط لا غير. انا على البيز عارفين يعني ايه ايفكس وبيز الاول؟ طيب انا لو على الايفكس في مصطلحات ما بقولهاش غيرها هنا، ما ينفعش اعكسها. بمعنى ان انا هنا لو انا بسمع حاطط سماعه على الايفكس ما تجيبش ست سكند هارت ساوند خالص. انا هنا بعلق على فيرست هارت ساوند فقط لا غير. وما يتعلق به من ابنورمال ساوند. في ميربر معاه مثلا. في برضه بعض المصطلحات ما تتكلمش غير هنا، كلمة باس تولك ميرمر، كلمة ميت دايستولك ميرمر ما تتكلمش غير هنا. طيب أنا على البيز في هرمونال كومبوننت في أورت كومبوننت. خلاص؟ هنا ده السكند هارت ساوند، مش سكت فيرس هارت ساوند خالص. تمام؟ طيب في مشكلة في الأورتك أو في الهرمونال بالك. في مصطلحات بتتجاب هنا بتتجابش هنا، زي كلمة ايجيكشن سيستوليك. ما تتجابش هنا، هنا تتجاب باس ستوليك بس هنا تتجاب ايجيكشن ستوليك. هنا ميد دايستوليك؟ لا هنا ايد دايستوليك. خلاص؟ بس التذكرة الكلام ده اكيد هتعلى عليكم تاني في العمل. خلاص؟ لما هتاخدوا بطلة في الترم التاني، التاني برضه هيتشرط في الكلام ده. يبقى قلنا الهيستوري، اكزامينشن، رقم ثلاثة الانفستيجيشن، الانفستيجيشن دي حاضرة احنا هنفردها لوحدينا. الانفستيجيشن في كارديك ديزيز. او كارديال بيشن. خلاص خلاص انا على مستوى الهيستوري انفورميشن وصلت الحقيقه ان انا عندي بيشن دياجنوزس يعني تشخيص مقارن. يعني انا حطيت احتمال اثنين ثلاثه والله على مستوى اللي انا سمعته من العيان وحطه اتوقع ان ممكن يكون واحد اثنين ثلاثه ترتيب الاولويات اللي هو معظم سيمبل سايز تمشي مع التشخيص الاولاني 70% يمشي مع الثاني 50% يمشي مع الثالث. طيب انا عايز حاجه توصل لي بينهم، عايز حاجه تساعدني. خلاص انا هبدا تريتمنت. خلاص انت عايز تول اداه تساعدني ان انا اتاكد او افرق بين التشخيصين دول او اتاكد التشخيص اللي انا خليته رقم واحد. فده اسمها الانفستيجيشن. الانفستيجيشن تشمل ايميجنج، يعني بعمل ايميجنج للعيان يعني تشيست اكس راي
ايكوكارديوجرافي سي تي ام ار اي خلاص او بنسميها اللاب لابراتوري انفستيجيشنز بسحب العين بحاليه نعمل حاجه اسمها كارديك انزايمز الكترولايز كيدني فانكشن سي بي سي اللي هنا بشوف فيه انيميا او تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده ممكن في حاجات سبيسيفيك مثلا للعيان ده اي سي جي سي جي ده مش مشترك مع حد ثاني يعني الايمجنج باللاب ممكن اي عيان جاي تي تشيست نيفرولوجي ممكن يكون مشترك لكن السي جي ده خاص بعيان كارديك الايكو برضه خاص بعيان كارديك القسطره اللي هو اللي بنسميها الانفيزيف انفستيجيشن بدخل في العيان بقسطره واصور الكورونرز كده ده الانفيزيف انفستيجيشن لكن لو مش كل واحد هشرح لك حمرا واحد فيها الانفستيجيشن خلاص. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هو التريتمنت خلاص انا شخصت العيان هعمل تريتمنت ايه؟ تريتمنت ده برضه مش هقول لكم قطع عريضه نون فارماكولوجيكال وفارماكولوجيكال نون فارماكولوجيكال بنديه اسم تاني هو اسمه كونزيرفيتيف ان انا خلاص العيان ده بعمل له مثلا لايف ستايل ميديكيشن فيزيوثيرابي تمام اكسرسايز دايت خلاص اللي هو صليب شغلكم يعني تمام. طيب ده كده باختصار اللي هو العنوان الاولاني اسمه تشاردو فالمونري اسيسمنت. طيب تقسيم المحاضره بتاعتنا على اي اساس برضه قسمها كده اول حاجه اللي هي السيمتوماتولوجي انا جنبي مدخل اتكلم على هارت فيلير ولا بارفر هارت ديزيز ولا سيمتوم هارت ديزيز لما يجي في نص يقول لي عيان هارت فيلير ده لو في مشكله في الحته الفلانيه هيجي لي كذا وكذا انا لازم افهم يعني ايه كذا يعني ايه نزله اللي هي الفورميا خلاص تشيست بين ايه مواصفات التشيست بين بتاع عيان كارديك هل اي كل عيان هيقول عندي تشيست بين يبقى عيان كارديك خلاص. ففكره محاضره وحديها كده في الكارديك سيمتومز والساينس عشان يبقى في بيز عندي لما اجي ادخل على الموضوعات السبيسيفيك افهم انا بس يعني معناه ايه السيمتوم او الساين خلاص. احنا لحسن الحظ يعني تقريبا الموضوعات المختاره المختارينها نفس الكلام بيتشابك يعني نفس الكلمتين هنقول السيمتومتين بيتكرروا في الهارت فيلير الايتيولوجي بتاع الهارت فيلير في بيبقى في الاساس فالفر هارت ديزيز فلما انا عندي فالفر هارت ديزيز نفس الكلام هيتغير يعني الستيشنز بتاعت المايكروستنوزز هي نفسها بتاعت الميد سايد هارت فيلير هي نفسها اللي هنقولها النهارده في السيمتوماتولوجي خلاص. طيب السورس اللي هنذاكر منه زي ما انتم سمعتوا وعرفتوا من زمان قبل كده انا بحب ان انا اشرح من الكتاب دكتور احمد موافق لان انت مش سنه خمسه مش كارديولوجي مش كارديولوجي مش هتطلع تشتغل كارديولوجي انت مجرد انت عايز يرجع عندك بيز تعرف تتعامل مع شغلك لو جالك عيان كارديولوجي بس مش عايز اكتر من كده انا مش هشرح لك تفاصيل في عيان كارديولوجي وليت انها في الاخر ما تطلعش حاجه تستفيد بيها في حياتك العمليه تمام؟ حد يسال؟ الدكتور بتاعنا ده كتاب الدكتور احمد موافق اسمه ايه كبسول سيريز هو مسميها كده كبسوله يعني انت بتاخد المعلومه في كبسوله حاجه صغيره كده بحيث ان انا خلاص افهم الديز بتاعها هنشرحها مع بعض اي حد فاهم حاجه بس انا داخل على نقطه الكلمتين دول وفي الامتحان انا ملزم باللي انا بقوله خلاص يعني انا لو استقرت في حاجه كتير كده هقول لك في الاخر لا دي حاجه عشان انت تفهم بيها الموضوع وانا دي حاجه مهمه في الامتحان تمام. مش عارف انا حكاوي ولا ايه خلاص اتفقنا على موضوع السورس ده يعني مثلا انا فاتح ملف هنا باور بوينت انا بس عايز اقول ان انا عايز اشرح الصوره دي بس هو ليه الكلام مشترك اهو السيمبل والفاين والكلام ده بس انا مش عايزه خلاص انا بس عايز استعيد الصوره دي في الشرح شويه يعني خلاص. عشان يبقى عندي بيز افهم عليها المحاضره بتاعت النهارده اللي هو السيمتومز والساينس بتاعت كارديك ديزيز يبقى لازم اعرف شويه كده سريعا عن الاناتومي خلاص. فببساطه الهارت عباره عن ايه؟ اربع شيمبرز تو اتريا تو فنتريز ليفت اتريا بيفتح ليفت فنتريز عن طريق المانترال جارد خلاص رايت اتريا بيفتح رايت فنتريز عن طريق الترانسفيرت جارد ليفت فنتريز في الاخر بيفضي فأورط عن طريق أورط
trampoline by wearing a cord. طيب السورس اوف بلاد بتاع النيل بيجي له منين؟ لو فهمت ايه يعني بيجي حاجه اسمها ترمونال فيز او اسمها ترمونال فيناس ريتير الناحيه الثانيه سبيلينج وريتير ريتير خلاص او بنسميهم سيستمك او فيناس ريتير انجينير كده لما بنتكلم عن فيناس ريتير او سيستمك فيناس ريتير يبقى ده سيستمك فيناس ريتير ده ترمونال ترمونال فيناس ريتير خلاص. طيب انا السيمبلز والساينس بتاعتي بتبقى فيه مشكله او عطله في اي حته من الحته دي. طيب برضه حته اضافه كده معلش في الصوره دي اللي هو الكهرباء بتاعت الجلد دي في بامب دي لازم كهرباء تشغلها. اس في نوت ال في نوت ال في بامب رايت ليفت بامب دراش برستيج فايبرز وهكذا خلاص. اي حته في اللي احنا بنتكلم فيها دي لما تتخبط هتدي سيمبل او ساينس خلاص. طيب انت معلش بال الاس اي نو لو حصل فيها مشكله هيحصل ايه؟ الاسمية. احنا كلمه الاسم معناها ايقاع انتظار خلاص. النفي بتاعها حط ايه؟ الاسمية خلاص. الاسمية خلل في ايقاع المرضات. العيان بتشتكي بايه؟ السيمتوم اللي هي العيان ايه؟ بالبيتيشن خلاص. انت معنى سيمتوم بالبيتيشن. طيب صايم العينه لما تحصل ايه؟ الريديال او الكاروتيد او البريديال او الفيمورال لازم برضه نعرف اماكن البلسيشنز الحاجات دي كلها الانفلميشن نعرف نفحص البلس فين. ممكن معلش يعني لان عندنا واحد في امبيتيد ليمب يعني في مشكله في ليمب مش موجود فخلاص انت بتعرف تحط ايدك على الريديال لا في تو ليمبس مش موجودين مش هتعرف تفحص العيان. لا لازم تعرف ان في ريديال في بريديال خلاص في كاروتر في فيمورال في كروتيل في بوتالس ليكس خلاص. طيب الخلل في الكهرباء بتاعت الجلد هنعمل لها ارزيا كسيمتوم بنسميها بابليكيشن كساين بنشوفها في البلسيشن الريجولار بلس وفي فرايتس كتير جدا اشهرها اللي هي اتريال فايبريليشن بنسميها ريجولار ريجولار ان انا ما اعرفش اربع نمرات ورا بعض يعني في المفروض طبيعي لا الاف مفيش ما تعرفش تعد اربعه ورا بعض تمام. لا في عيان في حاجه اسمها ريجولار ريجولاريتي ان انا انت تلاقي فيه ابنورمال بيت بعد كل 3 بيت مثلا يعني خلاص. مش مهم التفاصيل دي انا بس كل اللي عايز اوصله لكم ان انا اعرف ايه سماتهم كويس هتخليني افتكر السيمتومز بتاعت العيان. طيب لو عندي مشكله متى طيب من خالص من هنا من المايك بارشن العضله نفسها في مشكله في عضلات الجلد نفسها سواء ليفت او رايت خلاص. دي ايه دي؟ دي اصل البامب بتاعت الكونتراكتيلتي. عارفين مصطلح العربي بيقول لك واحد عنده هبوط في عضله الجلد خلاص فشل في عضله الجلد ان هي العضله مش قادره تكون موجوده اللي هي بتعمل سيستول اللي هو بيطلع لي ستول فوليا اللي هو بيوزع لي على البرين على البريفرنس الليمز عشان يتحرك عشان يفكر عشان ينمو عشان يقعد. لا هتلاقي خلاص لا دي ضعيفه مفيش دم واصل كويس فيجي لي هنا الستيشنز بتاعت نو كاردياك او بوك ايزي فيتبيليتي ديزنس سينكو ده كده الشكوى اللي هيكون العيان. طب ابحثه هلاقي كورد اكستريمتيز هلاقي بارو خلاص هلاقي ويت بالس هلاقي البلد بريشر واطي دي الساينس. فاحنا دايما ماشيين كده سيمتوم ساينس خبطت حته في الاماكن بتاعنا ادتني برزنتيشن سيمبتوم هيجيب العيان سايت انا هشوفه لما اتحصل خلاص. طيب لو في مشكله فين؟ في الفالف. المشكله دي بتبقى صوره من اثنين هناخدها بالتفصيل في موضوع الفالف هارت ديزيز يا جفل ستينوزس لا خلاص ده مش متحكم خالص في الكومبتنس او الريجنتيشن لا ده بيرجع ارتجاع خلاص. الاثنين تقريبا هيدوا نفس النتيجه بس
اللي هيبقى اسرع في البرزنتيشن بتاعه يستلوز. انا لغايه ما الرجيل الارتجاع بيتفجع شويه بيرين لا بيكبر شويه لا بعد كده الليفت يجي في الاول لا بيقدر اكومديت الارتجاع ده يتعامل معاه لا واحده واحده هيقع في الكونفرتيشن واحده واحده هيحصل كونديشن. لكن انا الاستيلوزس واصله لحاجه اتخنت حاجه جابت البلاد فلويد نورمال بادئ من الليفت اتريم المايكرال باث داخل على الليفت فنتركل ده نورمال المسار الطبيعي. لا طب لو الحته دي مخنوقه مش معديه كويس تلاقي الليفت اتريم ادت مقاومه في فينس كتير جاي عمال يتكون في حته مخنوقه مش مفضي كويس فقط. ممكن حضرتك بس الجرب اللي معايا وصلت مش واضح كده؟ لا عشان بيطلع في الفيديو مش واضح بعدين. ماشي. خلاص تمام اهو الحته دي؟ طيب. فايه اللي هيحصل؟ اعكس المسار الطبيعي بتاع الباك فلو. مثلا الباك فلو جاي من الماكس هي بالونر سيكوليشن على بالونر الجنس على الريسيدنسيال مايكرو بار ليفت منتري او خلاص انا السكه جفلت عندي عند الحته دي عند المايكرو بار فخلاص فكل ده هيرجع نسميه كونديشن هيركب الباك هيحصل استجنيشن او كونديشن ليفت منتري نفسه هيقوى يحصل ليفت منتري دايليتيشن خلاص الباب حصل استجنيشن هيرجع على كرمالينيز على المال على البيوز على الارتيوز على الارتيوز نعمل سيفتي ميشن تمام هيحصل سيفتي ميشن من الكابيلاريز اللي حوالين الارتيوز في الالجوريزم نفسها خلاص انا طبيعي المفروض الالجوريزم ما يبقاش فيها فلويد خلاص ده جاي فلويد فلويد ده هيبقى عازل العمليه الطبيعيه هي عمليه تبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون هو ده اساس الديسبيريشن بتاع الاكسجين اللي هو التيشوز يدي اي تي بي والريسايكل والقصص اللي انت عارفينها في البايو خلاص. طيب ايه الستيشنز اللي هتيجي هنا؟ لما تيجي القصه خلاص هي ما قدر البروبلمات اللي هي الترانسوس مالتين يعني لسه شويه يعني هو العيان دلوقتي لو مشي المفروض لو هو مشي بيتعب كان يتعب دلوقتي لو مشي تشكيل بيتعب يتعب خلاص دي اللي هو البروبريسنج بتاع الجريدز بتاع الديزل جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4 جريد 4 ده هو العيان اللي كان على السرير في الهجان تمام. طيب لو نيمت العيان على السرير دلوقتي تفحصه ده مش مشكله بينام على بعضه كويس لكن المشكله بيقول لك انا من ايه بس انا مخنوق ده رقم 2 بتاع الجسم يعني يبقى خصوصا من الكتير ده الجسم. طب لا ده عيان طب نام على الراجل عشان اتحصل احنا مش جاب شويه يوم العين الثاني عيان يبقى فطور كل ده ايه بروجريسنج للقصه اللي احنا بنقول فيها اللي بيحصل ده المشكله دي تمام. طيب لو سيبنا القصه دي عند الاورتيك فالف نشرح كده بالتفصيل بعد كده في الباب ولا في الباب كده نفس الكلام بس هيبدا ايه يشتغل الاول على الليفت فنتريك الليفت فنتريك هيحاول يقاوم الاستينوزس خلاص وهيحصل اول الفيرتي العضله هتتوقف مش هتتقاوم لا خلاص مع الوقت خلاص جاي متاخر هتفيد هيحصل لها دايليشن الباب فيها هيحصل سبرميشن السبرميشن هيحصل كده الليفتي كده الفنون الجنس كده الباكس وهكذا دي نفس نفس الكلام ده طبعا على الناحيه الرايت خلاص بس هنا الكونديشن ظهر معايا المنطقه هنا الكونديشن هيظهر معايا سيستم يعني سيستم شوف اصل البروف رود اللي هي المفروض هي من ايه؟ المفروض من الجرين ومن الكوارا هتلاقي السيشن دي هتلاقي عارف ليش تبقى سوبر سوبر لازم يتعرض كتير خلاص طب لما افحصه ولا ده فيه كونجستيف ريفيز مليان الكابتن بص على الحته دي روح بتاعت رجعته ولا الجنس رجعته كده كونجستيف يعني واضح يعني خلاص؟ طب الفيلو في الفيلو طيب ليه منين؟ دور برضه كله جي اي تي ودور ليبس ورا ورا الكلام ده كله سلايس هيحصل كونجيشن في الليبر كونجيشن في الجي اي تي العين مش كده يقول ايه؟ عين مش كده يقول ايه؟ دايما الحته دي تعبانه انوركسيا نوزيا بومتيك عشان خلاص بقول لكم جسم الباك كونديشن والفيلز اللي بيطلع في التيشن ده بيعيد عمليه الابزوربشن طبيعيه يعني. تلاقي دايما العيان كده مش نفس الاكل احساس بالغثيان يرجع الم من الناحيه اليمين
الليفر كوليستر، فانا حصل عليا الليفر ده مع البرون كونديشن بيتضخم، هيلارج الليفر ما يستحملش فيه الكبسول بتاع الليفر بتشد كده لغايه فين؟ بتندر، يبقى اللارج تندر ليفر. تمام؟ طيب اللي هو الليفر المفروض الجلسه تبدا لا هيور سبتيشن انفلونس سبتيشن اللي هو الليفر قديمه. تمام؟ طيب الاوتو بريف عامل ايه؟ اول حاجه طيب بتحتاج على الماوس كورونيز يعني الشريط تاني بتحتاج عليه كده عند باي كورونيز خلاص؟ الباب نفسها لازم لها بنزين لازم تتلزق لازم تقعد خلاص؟ اول حاجه بتوصل تتحرك عن الكهرباء للسنون لا عايزه نيوترنز الكورونيز خلاص؟ طيب لو في مشكلة في الكورنر دي ايه اللي هيحصل؟ سكيم اللي هو يعني العين بتشكي بايه؟ تشيست بين تمام؟ ايه تفسير تشيست بين ده؟ طيب انا هقول لكم ببساطة لو واحد مثلا مش متعود على الجاب خلاص؟ واحد مش متعود على الجاب أول مرة يجي واحد يلعب مثلا 2 كيلو خلاص؟ إيه اللي هيحصل؟ العضلة هتشد معاه وتسخن كده ويقول على لازم يقعد شوية عشان العضلة تضرب شوية صح؟ إيه اللي بيحصل؟ العضلة دي متعودة على الباص له شكل معين لما أنا خلاص أجهدتها لا الباص له مش يعني النيت مش مكافئة للدماغ المطلوب فيها المطلوب فيها مش واصل لها ضرب بيديها نفس الضرب اللي عايزها منها خلاص؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ تكريف البايو اللي هو الكيف بتاع التقويز الميتابوليزم اللي انا عميان دلوقتي انا عندي اسمي واصل كويس في الباب هيشتغل لي السايكل العادية اسمه كريس سايكل مش فاكر باث واي مش فاكر باي كويس بس اللي هو الايروبيك باث واي وفي اسمي كويس بيشتغل وده بيطلع الناس بتاعت الجنين كتير طب لا خلاص مفيش اسمي واصل كويس فيبدا يحاول يعوض الانيروبيك باثوي بس دي بتاعه عليها بشويه خلاص اللاكتيك اسيد يبدا يشتغل طيب اللاكتيك اسيد ده اللي بيجي للبير بينز يعني ايه الريفيجن هو اللي بيجي البين هو اللي بيجي احساس خلل في سمنات البين والعظم والكلام ده نفس الفكره هنا خلاص البلاس فلو بس لو في الكورنرز البلاس فلو انت لو فتحت الكاميرا مغطيه لا يا ريت عملت مجهود مش معدول الباص نوم كويس فيبدا الباص يدخل سكه ثانيه يبدا يزيد عندي حجم اللي هو اللاكتيك اسيد اللاكتيك اسيد ده اللي بيجي من غير ما يدي اساس التشيست بين التشيست بين ده ليه كرايتيريا معينه في جدول كده في سبع حاجات لازم اعلق عليهم من حاجه اسمها تكنيكال تشيست بين لا ده التشيست بين بتاع عيان فعلا في مشكله كورونري ولا لا التشيست بين بتاع عيان جدا عيان مايوسايتس عيان كونفاش عيان بلوزي عيان في اي مشكله ثانيه خلاص طيب ده باختصار كده ده البيز بتاع الموضوع بتاعنا خلاص ميزه كل واحده من اللي هو كل تلاقي كل الموضوع يعطيك اسمها سكين لان احنا بنتكلم كده ان هو بيحط لك اللي هي العناصر الاساسيه المشتركه اللي على اساس تمشي في الموضوع فهو باين مش نفس العنوان بتاعنا هو باين ان هو سكين عيان شرط يبقى يشكي بيه وهنعمل انفستيجيشنز ايه وهنديك ريجن ايه تاخد طبع عينك خلاص فاحنا هناخد جزء السيمتوماتولوجي بس اللي هو مسميه كلينيكال تمام؟ فده مقابل او مكافئ للنمط الحر اللي هو السيمتوم في السايكل كارديا ديزيز. تمام؟ وهو مش مفصلهم يعني مش حاطط سيمتوم لوحديها كل حاجه مش حاطط سايز ولا لا هو ماسك زي ما انت شرحت كده جزء جزء افكتد سيمتوم سايز مع بعض. طيب رقم واحد الاكسبريشنز اوف لو كارديا او الدكتور احنا فهمنا جايه منين؟ خلاص؟
المصل الافريقي الكلام هيتعاد تاني وموضوع العرض كده ايه بنتج عنه خلاص مفيش برضه واصل كويس للمخ للاطراف دي الكلام ده كله هيبقى يشبه العيان بس ايه بيس مانيفستيشنز ديزنس هيدك سيكوم سيكوم يعني زي الدماغ كده اهو خلاص كارديو فاسكولار سيستم سيمبتومز اللي هو خلاص يعني البلاد فلو بيقعد في الاورطه مبين فبالتالي اللي رايح للكوريزم مبين هنا مفيش دين ولا حاجه بس هو البلاد فلو نفسه جاي فهيدي نفس المستشفى اللي فيه دين اللي هو السيستمين خلاص الكيدنز البلاد فلو اللي رايح للكيدني جاي فالفلتريشن هيقل فاليوريك او الصوت هيقل هتلاقي العيان يشكي يقول ان انا كميه اليوريك قلت خلاص وانا لو العيان ما بيدوس عنده ببدا بركنزه اللي هو اليوريك بارد خلاص اسفراره وفي كيس يعمل هو لا انا المفروض عندي العيان اجاني بالمين 400 سي سي في ال 24 ساعه بنسميه بوليمولي خلاص مسكين ما يحصل عيان كود خلاص سايلوز ممكن تيجي عيان كده تلاقيه كده شاحب ازاي تمام تبتدي في مشكله شيستا او مشكله سابقه بتحصل الانسان بتاعه ما فيش فكره سايلوز امسك ايه ولا ليها سادعة ابص ايده بين كده وسينوز او ممكن تمر مرحلتين المرحله الاولى ان هي تبقى بين بلط فلو بين فانت الاول بين فلو ماشي في البيت شويه فانت في بلط الحاجه اللي اصعب من كده لما يزيد في جعان شنط او يزيد حته تنشف لا ده مفيش مرض اصلا خالص المريض بتاع كده حصل سينوز تمام سكريت المصري تلاقي العيان بيقطع من مكان النشور بلد بشر حجيز بكل اصعب حجيز بلد بشر حجيز ميت واو البصر تحس البصر دي ويك بصر خلاص دي كلها اسمها من الاستطلاع سيمبلز وسايتس بتاعت اليوكار اللي تعرفوها اللي احنا فهمنا الاساس بتاعها من شويه رقم اثنين بنسميها مانيفستيشن اوف وان كونديشن فالمونري كونديشن ليفت سايد هارت فيلير كلها بمعنى واحد الاصل فيها الناحيه الليفت اللي احنا اتكلمنا فيها سواء على مستوى الليفت فيلير المايكرو بارت الليفت فيلير تمام في نتيجه واحده على حسب بس التايم اللي هيظهر لي فيه السيمبتومز رقم واحد ديزني عارف يعني ايه ديزني والجريدز بتاعتها والجايدز بتاعتها اكزيرشن كاف يعني انا مجهود الاصابه في كاف الكارت شيست فيشن الفلويد ده موجود في مكانه غير طبيعي يعني انا المفروض اقول دلوقتي ما فيهاش فلويد فوجود الفلويد ده بنسميه جود ميديم فور بكتيريا يعني وصف كويس خالص للبكتيريا اللي هي بتنمو فيه فيحصل كل شويه شيست فيشن تلاقي العيان ده كل شويه تجي في خمس ايام بتاع شيست فيشن الاسبوع اللي بعده يجي برضه شيست فيشن انت معلش تشت اساس المشكله العيان ده في كونديشن في فلويد هنا في اي مكان دي بيجي اطلع الفلويد ده اللي هو عشان اعرف كده عايز اعرف اللي هو الدايوريتكس هتبتدي بالبول عشان ننزل الفلويد كونديشن نعم 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 احتقان الدم في الرئتين اللي احنا بنتكلم فيه في الكوارث ده غير طبيعي ده هيمثل عقد ليه؟ جهاز ترانسفير خلاص؟
هيبقى جود ميديان للانفكشن. طيب ده بعد شويه الكونديشن ده هيبقى زياده شويه فممكن بعض الكابيلرز ترابشر تنفجر ينزل فيها بلاد. ده اللي بنسميه بلاد ايج سميتا بلاد رقم 4 هيموفيسيس. خلاص وصلنا كده؟ لا ده زياده شويه لان في دوت السهل كمان الانفجار اكبر من المرمز كلها في هذا المكان. احنا عندنا اللي هياخد توسيع على حسب الجاذبيه حسب المرض البوزيشن. تعال هو واقف الجاذبيه معنى ان هي الفلوس ترتكز لتحت فتلاقي الاول في الجيز وان جيز حتى في الفحص بنسميها بنسمع العيان جيزا كريتيشنز الوان جيز بنسمع الصوت العشوائي كريتيشنز. طب لا الشح زاد زاد كمان يمكن المرض كلها تلاقي العيان بنسمع صوت كريتيشنز ده من غير سماعه اللي هو المرحله الاخطر بعد كده اسمها ايه؟ بالمونري دي لكن عين جاي جسم برفورميك وسميتر سميتش سميتر عشان الموكس ده او بطل سميتر خلاص اسمع اللي هو الشكوانه بتاع صوت الفلوس اللي جوه الرفاهيه دي زي صوت الشيشه كده خلاص. الاخف منها هي المفروض كانت تتركز يعني لو سبعه هي سته اللي هي البايلاتر اللي ممكن ده وهي اجل شويه البايلاتر فيزا كريتيشنز وبعدها تعملنا ايه خلاص حديثا رقم سبعه ما هي اللي انا بتكلم فيها؟ اللي بتبدا فيها باي لاترال على الناحيتين بيزل وان بيسس كريتيشنز كريتيشنز ده الصوت الشكوانه بتاعت الصوت حركه الفلوز الدور اوف اللايف عن اسبيريشن اسبيريشن. طيب الحاجه اللي بعد كده سيستم كونديشن بمعنى اسمها هي الرايت خلاص اسمين بيس انسوميا سويت تعرف هبص على العيان بقيت كونديشن الاثنين على الاثنين دور مثل ديما الليبر العيان يشكي ان هو في بي لكن انا حاصل على الضرب في الليبر العيان يشكي جاي في ستيشن سور ديسبيسيا هي نفسها روسيا دوسيا روتي اللي هي عدم استسلام للاكل ما تقولش هي الاكل كل المصطلحات بتقولها العيان. بصوا عشان ما تخبطوش سيكم في الكلورا الفيوجن ده احنا بقول داخله في ايه؟ الكلورا الفيوجن داخله هنا وداخله هنا خلاص هي تطلع مع الليبر قصة الرأي دي بتحصل عشان لو تفتكروا في الأنف اللي فيها سموز بين الكالوناري والبروكيال سيركيليشن فممكن تعمل لي فلوس عشان بس ما تتوقفش خلاص. دي النقطة اللي بنتكلم فيها شيت مين لو مشكلة في الكورنرز الأبروكشن بشكل سريع المايكارد نفسه في مشكلة ولو كارديك أو روك الناحية اللي فيها مشكلة يبقى الكونديشن الناحية الرأي فيها مشكلة يبقى الكورنرز سيستم كونديشن لا في مشكله في الكورنرز هتديني مشكله بعد السيستم لما يجي منهم اللي هو في صوره تشيست بي تشيست بي ده عشان اقول ان ده تشيست بي سبب للمرض لازم اعطيه على السبع مراحل دول. في تيبيكا سايد للكارديك مش كل مكان شاور عليه عيان بيبقى كارديك في سايد مخصوص نقول عليه تيبيكا مش كل وصف العيان مش مثلا يقول في نفسه مش هتشكل مش كل وصف يصح ان هو ده بتاع الكارديك وهكذا الديشن الديوريشن سيتيك فاكتورز الميد فاكتورز انا بمشي عشان الموضوع ده الموضوع لوحده كبير مشكله مع السيس وهنتكلم فيها عن تشيست بي يحصل ازاي والبلديه بتاعته والكومن والان كومن والليفر والكوم كارديك جدول كبير كده صح حاجه بين سؤال امتحان لوحده و كمل كده. المشكله في الكهرباء بتاعت اليد الريزم مش العيان مش كده كومبيتيشن انا هحصل على ده في ريجولار فورس في شويه حاجات بعد كده ضعيفه دي كده مش سبيسيفيك للهارت نفسه يعني في حاجات ممكن تسمع لي مانيستيشن شبه بتاعت الهارت في حاجه اسمها بريشر مانيستيشن يعني في سويلنج خلاص من بره او من جوه الهارت نفسه تبقى تطلع على الرجيع تبقى تطلع على السكر تطلع على الفرد الاريديا المين فدول انا مش بالنسبه لي مش مهمين. Thank you.
فات الولاد الايه ينفع لو في واحده سيبت تعرف كده واحد في استخدام حاسه ايه الكومبريس او في حاره مثلا واحد مثلا له فراكشر ايه شويه فات من البور وروح الباك ده فات الكومبريس تمام برضه مش مهم انا فهمت الدور رايي رقم خمسه هم الخمسه الاساسيين بتوعنا دول السيمبتوماتولوجي بتوع كارديك ديزيز المحاضرة بعد كده الاستيميشن ان شاء الله. حد ليه سؤال في اللي فات ده؟